ومعنا للحديث عن الانتهاكات الحكومية والميليشياوية ضد المتظاهرين من العاصمة الأردنية عمان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الأستاذ عمر الفرحان. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمر. بداية، بعد الانتقادات العديدة التي وجهت لحكومة بغداد لاستخدامها بنادق الصيد في قمع المتظاهرين السلميين، هل توقفت القوات الحكومية عن استخدام هذا النوع من البنادق؟ للمشاهدين الكرام، بالعكس، يعني بعد التحذير والتنبيه الأممي الذي جاء على لسان بلاسار في مبعوثة الأمم المتحدة في العراق، استخدمت هذه القوات الحكومية وبشكل مفرط بنادق الصيد والعنف تجاه المتظاهرين. هذا ما يدلل على أن هذه الحكومة لا تزال تستخدم العنف وغير مبالية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وأيضا باستخفاف واضح لهذه الإشارات والتنبيهات الأممية والدولية لهذه الحكومة. وهي بالفعل أن هذه الحكومة أصبحت يعني خارج القانون بفعل هذه الممارسات اللا إنسانية تجاه المتظاهرين. وإذا كانت هناك قانون دولي فعلي يحاسب ويحاكم ويجرم هذه الأفعال، فعليها الآن الأمم المتحدة وفي القريب العاجل أن تصدر أحكامها النهائية وتجريمها لهؤلاء الذين ارتكبوا أسوأ أنواع الانتهاكات الإنسانية على مر هذه السنين التي خلت. الحكومة في بغداد إلى الآن هي مدعومة دوليا ومباركة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في قمع هذه التظاهرات والنيل منها بأي شكل من الأشكال. وحتى محمد توفيق علاوي وعبد المهدي عندما جاءوا إلى هذه السلطة هي بتوافقات سياسية وبترتيبات مسبقة ما بين الميليشيات وما بين إيران وما بين المجتمع الدولي، حتى تكون هناك أكبر خسارة في المدنيين، وحتى تبقى هذه الطغمة الفاسدة في العراق تحكم رقاب المدنيين المظلومين. أستاذ عمر، من يعرف هذا النوع من الأسلحة؟ فأسلحة الصيد تتنوع أيضا خراطيش الرصاص التي تستخدم فيها، فهنالك أحجام مختلفة من الكرات المعدنية داخلها وعدد مختلف من في كل نوع من أنواع الخراطيش لبنادق الصيد. أنتم كمركز لتوثيق جرائم الحرب، يعني ما مدى خطورة استخدام هذا النوع من الأسلحة؟ وهل يعد هذا السلاح مقبول للتعامل مع مدنيين ومتظاهرين سلميين؟ لا يمكن القبول بهذه الأسلحة ولا غيرها، والعراق موقع على هذه الاتفاقية بتحريم استخدامها في هذه الحالات، والوثيقة صريحة وموجودة على الإنترنت أن العراق موقع على هذه الاتفاقية ويمنع استخدامها في حالات الطوارئ وفي استهداف المدنيين بشكل مباشر. وهذه الاتفاقية تجبر الحكومة في بغداد على عدم استخدامها، ولكن إصرارهم على هذا الاستخدام العشوائي واستخدامهم بشكل كبير لهذه الأسلحة هو لا يقل خطرا عن استخدامها الأسلحة التقليدية العادية مثل الرصاص الحيب كلاشينكوف وغيرها من الأسلحة التي استخدمت وما زال تستخدم ضد المدنيين الأبرياء. إذا الهدف من هذه الأسلحة هو واحد، هو عدم إيقاع الضرر بالمدنيين، وهذا للأسف يعني نجده مرارا وتكرارا أن الحكومة تتعمد استخدام شتى أنواع الأسلحة في التعامل مع المتظاهرين دون الاستجابة إلى مطالبهم، وهذا أيضا يعد انتهاكا آخر لمطالب المتظاهرين في هذه المرحلة. وكذلك في فترات سابقة وعدت الحكومة بأنها سوف تلبي وتقوم بتخفيف حدة التعامل مع المتظاهرين، ولكن يوما بعد يوم تنكشف كذب وزيف هذه الادعاءات التي استمرت في التنكيل والضرب بالحديد للمتظاهرين. طيب أستاذ عمر، يعني في
عندما نتتبع التظاهرات التي تحصل بين فينة وأخرى في إحدى دول العالم المتطور نجدها تستخدم أساليب قمع التظاهرات وليست قواعد فك الاشتباك التي تتعامل فيها القوات الأمنية مع الشعب العراقي أو مع المتظاهرين كأنهم جيش يحاول احتلال هذا البلد. وهنالك أيضا نوع آخر من الرصاص الذي يكون رادع وغير قاتل وهو الرصاص المطاطي الذي نسمع عنه في الدول لكننا لا نرى في العراق، فنجد الرصاص الحي وبنادق الصيد هي التي تقتل المتظاهرين. لماذا برأيكم؟ برأينا أن هذه الحكومة هي غير مبالية بالمدنيين وأيضا غير مبالية بالشرائع والقوانين الدولية التي فرضتها عليها المجتمع الدولي. هذه القواعد برمتها هي التزامات دولية تترتب على هذه الدول الالتزام بها. الحكومة في بغداد منذ عام 2003 وإلى اليوم هي تكون حكومة تنفيذ للأوامر الخارجية ولا سيما من إيران في التعامل مع العراقيين في هذه الحالات. ولا بد الإشارة إلى أن الدور الإيراني في هذه التظاهرات هو دور واضح من خلال الميليشيات التابعة لهذا، وأيضا الحكومة في بغداد ليس لديها سلطة على هذه الميليشيات، وبالتالي المتنفذ الوحيد لهذه عمليات القمع هي الميليشيات وبمساعدة الحكومة لها وبتسهيل الكثير من الأعمال في هذا، حتى أن هذه العمليات الإجرامية فاقت يعني وتعدت الحدود. وأيضا حتى في الكيان الصهيوني لم نرى مثل هذه العمليات القمع التي استخدمتها هذه الميليشيات وهذه الحكومة ضد المتظاهرين في أكثر من مرحلة. إذا هناك توافق دولي، هناك يعني تستر دولي، هناك غطاء دولي لهذه العمليات لصالح بعض المصالح الاقتصادية والمصالح الدولية والإقليمية التي تنفذ فيها العراق. طيب أستاذ عمر، لجنة التظاهرات تدعو إلى تظاهرات مليونية يوم الثلاثاء المقبل، يعني ما هي توقعاتكم للتعامل الحكومي والميليشياوي مع هذه التظاهرات المرتقبة؟ بطبيعة الحال ومن خلال ما نرصده في كل فترة من هذه الفترات وبعد توجيه اللجنة المنظمة للتظاهرات للخروج بشكل كبير لساحات التظاهر، نرى أن هذه القوات الحكومية تتعامل بعنف وقسوة شديدة تجاه المتظاهرين، وفي كل مرة نرى وقوع الكثير من الضحايا المدنيين في هذه التجمعات والتظاهرات المدنية السلمية، وهذا يعني يعطي أن الشارع العراقي لا زال إلى الآن هو يرفض العملية السياسية برمتها، والأحزاب السياسية غير مرحب بها في هذه الفترة ولا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال. حتى يعني فرض علاوي بهذه الفترة وبهذه القوة على المتظاهرين جوبها أيضا بالرفض القاطع من هذه التظاهرات والمنظمين للتظاهرات. إذا هناك يعني ترتيب مسبق لقمع هذه التظاهرات بأي شكل من الأشكال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكون هناك خلاف ما يعني نراه وما سيجري تجاه التظاهرات والمدنيين السلميين في هذه الفترة. نعم، مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الأستاذ عمر الفرحان كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك.